كيف حالكم أصدقائي متابعي قناة استثمر عقلك؟ هالصورة هاي لفتت انتباهي كتير على تويتر. شيبات خلصت من أول صفر وفي اتجاهها للصفر الثاني. خلونا نشوف آخر أخبار شيبا وشو سبب هالارتفاع الجنوني هذا يلي صار بعملة شيبا. عملة شيبا أصدقاء ارتفعت بشكل كبير وكسرت أول صفر وباتجاهها لحتى تتخلص من ثاني صفر. دائما اذا بتذكروا يا شباب فيديوهاتي عن عملة شيبا كنت خبركن انه هاي مو ابدا مناطق بيع عملة شيبا. شباب اللي احنا كنا ماشيين بمنطقة عرضية طويلة جدا وكان هدفنا مثل ما حكينا اسعار اعلى من هيك لحتى نبيع. عملة شيبا شباب ما بننكر انه الى جمهور كبير والى عشاق والى اشخاص كتيرين مخزنين بهالعملة هاي وعم ينتظروا هالارتفاع هذا فارغ الصبر. حاليا المناطق يلي بتوقعها عملة شيبا ترتفع راح نحط مؤشر فيبوناتشي لحتى نشوف شو هي المستويات يلي ممكن تواجهها. تم كسر اول خط على فريم الاربع ساعات بقوة يا شباب. تاني خط 0.38 يلي هو 0.4023. هاي هي المنطقة القادمة يلي متوقع نوصل الى اصدقاء. اذا بقي الزخم هذا موجود ممكن نكسر حتى الخط الثاني، لكن راح نشوف كيف راح يتعامل السعر عند وصوله للصفر فاصله 0.43. حاليا الشراء بهالمستويات يا شباب انا بعتبرها مخاطره، بعتبرها مخاطره لانه هالارتفاع الكبير هذا لازم نستنى تصحيح قبل ما ندخل بعمله شيبا. دخولنا كان لازم يكون بمناطق التجميع هاي الكبيرة يلي كانت هوني بمناطق 5.07 لـ 5.05. هاي هي المناطق المناسبة للدخول. حاليا ليست مناطق مناسبة ابدا للدخول. حاليا مناطق جني ارباح والف مبروك للشباب يلي صبروا عليها. وممكن لما تشوفوا هالفيديو هذا يكون السعر وصل على مستوى فيبوناتشي 0.38. راح نبقى بالتغطية اول باول يا شباب ونشوف توجهات السعر لوين ممكن توصل. الى اللقاء اصدقاء، فيديو جديد ان شاء الله.